اهلا وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنا، والنهارده ان شاء الله هنقدم لكم حاجات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنقدمها مع بعض، اولا بمناسبه شهر رمضان الكريم، زي ما تعودنا كل الوصفات ان شاء الله هتكون بالفول، هتكون براونيز بالفول، دقيق الفول، هتكون براونيز مع تشيز كيك القرع. وتاني حاجة هنقدمها مع بعض هتكون وصفة جديدة برضو بالفول، وهي وافلز الفلافل. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفات دي مع بعض. اهلا وسهلا بكم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، ويعود عليكم باليمن والبركات. ونبتدي اول وصفه اللي هي وصفه براونيز وتشيز كيك القرع، وهنستخدم فيها دقيق الفول. ومقادير الوصفه 2 كوب كريم تشيز، ده طبعا بالنسبه لجزء التشيز كيك، 2 كوب كريم تشيز، 3 معلقه كبيره ميبل سيرب، نص كوب بيوريه القرع، 1 معلقه كبيره فانيليا، نص معلقه صغيره ملح، بيضه 1 صفار بيضه، 1 معلقه كبيره قرفه، 1 معلقه كبيره جنزبيل، ربع معلقه كبيره جوز الطيب، ربع معلقه كبيره بهارات، وربع معلقه صغيره قرنفل مطحون. بالنسبه للبراوني هيكون عندنا 1 بيضه، 3 ارباع كوب دقيق الفول، نص كوب كاكاو، 1 معلقه صغيره بيكنج باودر، 1 معلقه صغيره بيكنج سودا، 3 معالق كبيره زيت، 1 كوب سكر بني، ربع كوب زبده مذابه، 150 جرام شوكولاته داكنه مذابه، نص كوب لبن رايب، 2 معلقه كبيره ماء ساخن، نص كوب بيوريه القرع، 2 معلقه صغيره فانيليا، 3 معلقه كبيره قرفه، 2 معلقه كبيره جنزبيل، نص معلقه كبيره جوز الطيب، نص معلقه كبيره بهارات، نص معلقه صغيره قرنفل، ونص معلقه صغيره ملح. هنبتدي بالبراونيز. هنحط الزيت والسكر البني وهنضربهم مع بعض. واحنا بنضربهم مع بعض، اول ما يبتدوا يختلطوا هنزود البيض. زي ما احنا متعودين البراونيز والكوكيز احنا مش بنضربهم كتير، مش عايزين ندخل فيهم هوا، عايزينهم يبقوا مضغوطين كده زي ما هم علشان يطلع طعمهم وملمسهم مختلف عن ملمس الكيك. دلوقتي زودنا بيوري القرع وهنضربهم مع بعض. اوكي، بيوريه القرع اختلط معاهم. دلوقتي هنحط الزبده مع الشوكولاته. وهنقلب الزبده والشوكولاته مع بعض. وهنضيفهم لخليط. البراونيز والقرع ونخلطهم مع بعض. هنزود المية الدافية ونخلط. هنخلط أو هنقلب مع بعض كل المكونات الجافة.
والبراونيز دي طعمها غني قوي لان هي مليانه بانواع كتير من البهارات، وده هيخلي طعمها يليق مع طعم القرع لان القرع بيحب البهارات دي كلها، جوز الطيب والجنزبيل والقرفه والقرنفل. وهنزود المكونات الجافه ونحط الفانيليا ونحط اللبن الرايب ونقلبهم مع بعض. وأول ما يختلطوا يبقى كده خلاص خليط البراونيز جاهز. وهناخده نقلبه مرة كمان علشان نتأكد ان كل حاجة اختلطت ببعض كويس، ونحطه في قالب التشيز كيك وهندخله الفرن على 160 وهيقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة. ده هيكون شكل البراونيز بعد ما تطلع من الفرن. ودلوقتي نجهز طبقة التشيز كيك. هنجيب الكريم تشيز ضربناها شوية لوحدها في الأول علشان نطريها، ودلوقتي هضربها مع بيوريه القرع علشان يختلطوا ببعض الأول قبل ما أضيف بقية المقادير. وبعدين هحط البيض، عندنا صفار بيضة وعندنا بيضة كاملة، وأضربهم. هحط الميبل سيرب والفانيليا وبقية المقادير الجافة. وبرضو احنا حاطين نفس المنكهات علشان الطعم يبقى كله لايق مع بعضه. ونضربهم مع بعض.
وبكده نكون خلصنا طبقة التشيز كيك ونقلبها بالسباتشولا عشان نتأكد إنه كل حاجة اختلطت مع بعض. ونحطها فوق طبقة البراوني. ونفردها وهندخلها الفرن على درجة حرارة 140. وطبعا هنحط معها باموري. طبقة التشيز كيك دي مش طبقة عريضة، غويطة يعني، فمش هتقعد كتير في الفرن، هتقعد حوالي 20 لـ30 دقيقة بكتير، وبعد كده ندخلها التلاجة علشان تمسك نفسها، وبعدين هنقدمها دلوقتي مع بعض. وده بيكون شكلها، ولما تطلع هنرش عليها شوكولاتة. وبكده نكون خلصنا أول وصفة من وصفات حلقة النهاردة، حلقة رمضان. وإن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نكمل تاني وصفة بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم، نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي وافل الفلافل. وافل الفلافل هنستعمل فيها نوعين من الفول، الفول الاخضر ودقيق الفول. ومقادير وافل الفلافل: واحد كيس فول اخضر مجمد وهنقشره، وتاني حاجه هتكون ربع كوب دقيق الفول، 3 معالق كبيره بيكنج باودر، 3 معالق صغيره ملح، 2 بيض، ربع كوب زيت زيتون، نص كوب بقدونس مفروم، نص كوب كزبرة مفرومة، 3 بصلات أخضر، و5 فصوص ثوم مهروس. وعندنا كمان زيت لدهن مكنة الوافل. وللتقديم هيكون عندنا صوص طحينة وطماطم وبقدونس. هناخد كل مقادير وافل الفلافل وهنحطها في الفود بروسيسور. هنحط الفول الفروزن طبعا بعد ما سبناه يطرى وقشرناه. هنحط معاه دقيق الفول، البيكنج باودر، الملح، الزيت، الثوم، الكزبرة، البقدونس، البصل الأخضر، وبيضتين.
وحنضربهم كلهم مع بعض في الفود بروسيسور لحد ما يبقوا خليط. مش عايزينه يبقى ناعم قوي، وحنضربهم مع بعض. زي ما احنا شايفين كده بقى خليط الفلافل. بالشكل ده، وعندنا مكنة الوافل سخنة جاهزة، احنا بس هندهنها بشوية زيت قبل ما نحط فيها خليط الفلافل. وهنبتدي نحط زي بالظبط ما بنعمل الوافلز العادية. هنفرد ونقفل عليها ونسيبها لحد ما تستوى. وده بيبقى شكل وافل الفلافل بعد ما بتطلع من مكنة الوافل، وحط عليها صوص طحينة. نحط عليها شوية طماطم. وبقدونس. وبكده نكون خلصنا تاني وصفة من حلقة النهاردة، حلقة رمضان اللي هي وافل الفلافل، عملناها بالفول الأخضر ودقيق الفول. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يعود عليكم باليمن والبركات، واشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله ان شاء الله.